القلي الصحي بدون أي نوع زيوت، بنجيب ورق الزبدة وبنقصه على مقاس المقلم، الحرارة تكون أقل من الوسط، نوضع البيض، نوضع التوابل اللي احنا بنحبها وبنخفق، بنسكبها على ورق الزبدة ونوضع الخضار اللي احنا بنحبها وبنغلق الوعاء المدة حسب نوع الخضار أو حسب المكونات اللي احنا وضعناها في الوصفة. ممكن نعمل دجاج، ممكن نعمل أي نوع لحوم أو أي نوع خضار، طبعا مثل ما حكينا المدة حسب النوع والكمية. لازم احنا نراقب كتير، هي روعة. عندي تقريبا 1000 وصفة صحية. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.